المشرف معاً محمد. هذا المعرض لطلاب أيتام أدلب وأبناء الشهداء، عدد الطلاب بحدود 70 طالب مشارك في هذا المعرض. توجنا هذا المعرض لرفع حال المعنوي للطالب، فجرنا طاقات ومواهب ضمن إمكانيات بسيطة جداً. يعني نتأمل إن شاء الله يصير عنا يتوفر الدعم المادي والمعنوي لهالطلاب بيقدموا الأفضل إن شاء الله. أنا محمود عشرين صف الثاني، بحب أرسم، أحب لون، أحب بشوف رفقاتي كون هيك رسمه، بحب أكتر من روحي. بدي أرسم شيء جديد، بدي أرسم قمر، بيت. فرحت كبيرة بأحمد أنا وقت اللي شارك بهالمعرض، وأستاذه كتير كتير يعني داير باله عليهم، وكادر المدرسة كلها دايرة باله على الأطفال. إن شاء الله يطلع رسام إن شاء الله، بس هو هوايته الروح على الجامعة وحفظ القرآن. هو يعني أكبر من هواية الرسم، بس عنده هواية بالرسم وراسم ومشارك بالمعرض. رسمت مزهري باللون خشبي والوردي باللون المائي. اللون المائي طلعت الوردي أحلى، الوردي دليل على الحب وعلى كل الناس يحبوا الورد.